السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقع حادث مرور مميت صباح اليوم على الساعة 5:23 بالطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط ما بين ولاية المدية والجلفة على مستوى محول بلدية بالنهار. تمثل الحادث في اصطدام مباشر ما بين السيارة من نوع فيات وشاحنة وزن خفيف من نوع ديفيسك، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بمفترق طرق بنهار. الحادث خلف للأسف وفاة شخصين من جنس ذكر تتراوح أعمارهما 37 سنة و 28 سنة، وإصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة. تم تقديم له الإسعافات الأولية وإجلائه إلى مستشفى عين والسارة، فيما تم تحويل الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. ربي يرحمهم يا رب العالمين، وربي صبر أهلهم وذويهم والشفاء العاجل إن شاء الله لهذاك المصاب. دايما نقولوا الحيطة والحذر مع احترام قوانين المرور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.